بسم الله، ده البيم هاند بوك الخاص بنيوزيلاند. هو بدأ الكتاب أو الهاند بوك بكلمة بيم بيتر بيلدينج بروسيسز بيلدينج بيتر بيرفورمانس. بيشكر الناس اللي اشتغلوا في الكتاب، وده الفهرس ودي الملحقات كلها موجودة مع الشرح. فهو بيتكلم ايه هو البيم؟ بيتكلم ان هو تمثيل لكل خصائص العناصر الموجودة في المبنى، وبنحط فيها المعلومات بحيث انها تساعدنا في اتخاذ القرار طول حياة المبنى. وهي بتبدأ معانا من اول ما بنفكر ان احنا نبني المبنى، وفي اثناء مرحلة الديزاين الكونستراكشن الاوبريشن التشغيل، ومعتمدة على الاشخاص وعلى البوليسي وعلى التكنولوجي وعلى البروسيسز. العنصر من الأربعة دول حصل فيه مشكلة، البيم أكيد حصل فيه مشكلة لأن دي الأعمدة بتاعت البيم. هنا بنتكلم بقى عن الفوائد بتاعت البيم. يعني الناس كلها مهتمة بمرحلة ديزاين بلاننج، إنما الاهتمام الأكبر أو الفوائد الأكبر أو العائد الأكبر بيعود من الأوبريشن، لأن دي مثلا لو دي شهر أو شهرين، الكونستراكشن مثلا سنة، هنا الأوبريشن 30 40 سنة. هو بيقول لك ان هي الهاند بوك دوت بيبدا من اول بدايه فكره المشروع والديزاين والبروكيرمنت والكونستراكشن هاند اوفر والاوبريشن، وزي البيم بيبقى مهم جدا في موضوع الكوردينيشن، بيعمل كوردينيشن بين العناصر من اكثر من ديسيبلين، ويبقى في اي مشاكل موجوده تتحل اثناء التصميم مش اثناء الشغل، وفي تواصل اكتر ما لما يكون في 2D ومش عارفين نتخيل الارتفاعات، وعندنا داتا مانجمنت قوية جدا تقدر تسيطر على كل المعلومات الموجودة في المشروع، وتقدر تعمل سيموليشن، وتقدر تعمل كونت اوف، كل ده من خلال البيم. ونزود الانتاجية بتاعتنا، ويبقى فيه تخطيط اكبر واكبر، ويبقى فيه معلومات واضحة اثناء عمل المشروع. هنا بتكلم ازاي البيم افاد نيوزيلندا في انها اتطورت، وإن كان مازال لسه هما مش راضيين عنه، لسه هما بيطوروا فيه. بس هو بزود إن العميل أو الكلاينت أو الأونر بقى فاهم أكتر الفوائد البيم، وبقى عنده استيعاب للموضوع، وبقى فاهم شكل المبنى، ما يجيش يقعد يعدل فيه كل شوية، وبقى فيه لغة مشتركة بين الشركات المختلفة. أنا بقى بتكلم على الجلوبال بيم الليفل 0 1 2 3 زي موجود في الكود البريطاني. استخدامات البيم بيقول لك روح للابندكس دي. لازم يكون عندي موديل متجمع فيه كل العناصر، ده بيكون افضل بحيث ان احنا نقدر نحل الكلاشات. الدوكيومنتيشن، البروجكت بيم بريف، البيم ايفالويشن، كل واحدة من دول ليها أبندكس خاص بيها. أول ما تدوس هنا بيبدأ يجيب لي الأبندكس ده، تقدر تقراه وتستفاد منه. هنا بيقول لي البيم رولز، في طبعا بيم مانجر، في بيم كوردينيتور، في بيم سبيشاليست، وفي حاجات كتير جدا. كل ما الشركة بتكبر بتبدأ توجد وظائف أو حاجات خاصة بيم انفورميشن، في واحد خاص بعمل المعلومات، في واحد خاص مثلا بحضور الاجتماعات، في واحد خاص مثلا بالبرمجة، البيم وإدارة المشروعات، الكونتراكتور انجيجمنت، بيبقى مهتم بالمعلومات بتاعت البيم، ويبقى عندي السكادوال، ويبقى الريكوست واضح وما بياخدش كتير وبيقلله. هنا ده البيم ورك فلو. هو بيبدأ من أول ما المشروع بنفكر فيه، بنبدأ نعمل موديل بيم في كل المراحل، وبعد كده بيجي مرحلة الهاند أوفر أساس نبدأ مرحلة التشغيل. بنديله بقى البيانات اللي هي نون جرافيكال داتا، دوكيومنتيشن، جرافيكال موديل. وهي ممكن تكون البداية بتاعتي، بداية المشروع، ممكن تبدأ البداية بتاعتي من هنا، إن في مبنى موجود وأنا محتاج إن أنا أعمل له موديل عشان أعمل له
إدارة للفاسيلتي مانجمنت. هنا بقى بنتكلم على إن أنا في أول مرحلة بروجكت بين بريف بحتاج إن أنا أحدد الأهداف بتاعتي والديليفربل الحاجات اللي أنا منتظرها والريكوايرمنت بتاعت الكلاينت والأهداف من المشروع دوت. دي مهم جدا في المرحلة ديت، وإن أنا أبدأ يكون عندي تمبليت وأحدد مين اللي هيشتغل في المشروع دوت. في مرحلة الديزاين ببدأ أحط بقى البروجكت انفورميشن، بحط المعلومات اللي أنا محتاجها، بنعمل كولابريشن، بنجهز شغل لو في فاميلي معينة بنبدأ نحطها. وفي عندي حاجة اسمها كومان داتا انفايرمنت اللي هي بشكل دوت ورك اون بروجريس. دي المرحلة الأولى اللي احنا كنا بنشتغل فيها ومحدش فينا شايف شغل التاني، تمام؟ وأول ما بتحس إن الشغل بتاعك ينفع بقية الأقسام تشوفه بتبدأ تحطه في فولدر شيرد. يعني مثلا القسم المعماري لسه بيحط حيطان، لسه شغل ما ينفعش حد يعدل فيه. بعد كده بينقل هنا، بعد كده طول الأسبوع هو شغال في الورك إن بروجريس، وفي آخر الأسبوع لما يحس إن الشغل بقى كويس ينفع الناس تشتغل عليه يروح واخد كوبي ويحطها في الشيرد بحيث إن بقية الأقسام تشوف الشغل. وده شخص معين هو اللي مسؤول ان هو يراجع الموديل قبل ما يحطه على الشيرت، وهنا برضو يراجع الموديل ويروح حاطه في البابلش. كل فترة مثلا شهر بناخد ملف نخليه ارقايف بحيث يبقى زي هيستوري، بحيث لو حبينا نرجع ليه المشروع من شهرين تلاتة كان عامل ازاي نقدر نرجع له. دي من الحاجات المهمة. وبعدين في عندي حاجة اسمها الـ MEA، دي بنقول مين الصاحب او المسؤول عن العنصر دوت. يعني كل عنصر بيبقى قدامه ال او دي و ام اي اي ام اي اي اللي هي موديل ايلمنت اسورنج، وعندي ال او دي ليفل اوف ديفلوبمنت لكل عنصر بحيث اعرف درجة التفصيل الموجودة في العنصر ومين الشخص اللي عمل لها كرييت او انشأها او مسؤول عن تعديلات او مسؤول لو فيها اي مشاكل. بعد كده البيم اكستشن بلان اللي هي في ابندكس اتش، دي على اساس كل تفاصيل العقد موجوده، فيها البروجكت انفورميشن، فيها الكي بروجكت كونتاكتس بحيث لو حصل اي حاجه بتتصل بيه، كواليتي كنترول، كولابريشن، البروجكت ديليفرابلز، الفاسيلتي مانجمنت اند اسيت مانجمنت. بنبدا نحط خطه بحيث يبقى فيه كل المعلومات الخاصه بالعناصر او الاصول اللي موجوده في المشروع عشان نقدر نديرها أثناء تشغيل المبنى. دي الملفات المهمة اللي لازم تكون موجودة، تسمي كل سبيسز، وكل سبيسز تبقى فيه زي سيكونس معين في التسمية. ده ليفل اوف ديفلوبمنت، ده بيبقى عبارة عن إن أنا بشد المبنى مرة واحدة، لأ كل شوية بطور فيه. عندي ال دي 100 200 300 350 400 وبعد كده 500 اللي هو الاسبلت. هنا ده بقى الكوردينيت، بعد ما بعمل كوردينيت بعمل لاند اوفر، وبعد كده بنشوف بقى موضوع البيم ديليفرابلز، هل هديك الملفات الاصليه بتاعت الشغل مثلا شغال على برنامج الريفت هديك الار في تي، ولا هديك كاد، ولا هديك بي دي اف حسب الاتفاق، تمام؟ ممكن الافضل طبعا ما دام هو اللي هيشغل المبنى فنديله الار في تي، بس ممكن هو في الاول بيقول لا وفروا لي الفلوس انا عايز ملف كاد وانا مش عامل فاسيلتي مانجمنت، ومصر ان احنا هنعمل له ديسكاونت مقابل ان هو يخش الملف الاصلي. بعد كده هيحتاج الملف الاصلي وهشتري له لوحده. يعني احنا بنتكلم على الداتا تبقى مترتبه ازاي، ايه الملفات اللي احنا هنشتغل عليها، وبعد كده بعض الريكويرمنت. ده هنا بقى بيبدأ يجيب لي معنى الكلام اللي كان موجود، مثلا 4D ايه هو، 5D الاسيت مانجمنت، البيم كوردينيتور، البيم كوردينيشن، البيم مانجمنت بلان، وهكذا.